يا أيها الذي يسافر في دمي مسافة الضوء والقصيدة، أنت الذي قلت تجيء ولا تجيء، أنت الذي لا تجيء كما البحر حين تشده الرمال والموانئ سكرى بالوداع. من يطعم قلبي زهرة وقصائد؟ من يطعم عشقي قبلة ويسافر؟ ضيفنا قدم من ألمانيا، شاعر وأديب وباحث سوري، مفكر وعاشق، عنيد كالريح وكالجبال يشمخ على الضيم يكابر، يطهر جروح روحه بالملح من وراء الفجر الذي طالما انتظره في غربته. ضيفنا يصرخ ويقول: سيولد النهار ويرحل الظلام. الشاعر والباحث السوري رئيس الرابطة المهجرية للإبداع المشرقي الأستاذ إسحاق قومي. يا شام يم الضفاير، يا شام يم الضفاير، انت حروف الكون الأولى، اسمك باقي سوريا، انت حروف الكون الأولى، اسمك باقي سوريا، مجد الله وفجرك طل، اسمك باقي سوريا، لا تصدقي نحن نخونك، لا تصدقي نحن نخونك، نحن جبالك سوريا، نحن شبالك سوريا، تلقينا بعهد الأيام، تلقينا بعهد الأيام، شربنا كاسك من زمان، شربنا كاسك سوريا، شربنا كاسك سوريا، انت حروف الكون الأولى، اسمك باقي سوريا، مجد الله وفجرك طل، اسمك باقي سوريا. حل المسألة السورية لا يكون إلا بأن نولد من جديد، نتعمد بترابها، بدمارها، بكل هذا الخراب، بكل هذه التضحيات الجسام. شكراً لدماء شهدائنا كفة، كل الشهداء بدون استثناء، إنهم سوريون، سوريون بامتياز. لا يكون إلا بأن نولد من جديد، من عنفوان بهجتها، من مستقبلها. اسمحوا لي أن أقول أننا أمام مأساة سورية، يجب أن نترفع عن كل الشروط المسبقة لدينا، جميعنا جميعنا أن نضع كل شروطنا على جنب ونقرأ هذا الدمار وهذا الخراب، هذا الإنسان الذي ضحى، إنها سورية. لذلك أرى أن نقرأ البعد المأساة السورية في بعدها الثلاث، لا بل الأربعة، في بعدها التاريخي، في بعدها الديني المذهبي، لنكون صادقين مع أنفسنا قبل كل شيء، لنتعرى أمام الواقع وأمام الشمس، نقول الحقيقة ولا نخشى أحد، نقول الحقيقة ولا نخشى أحد. يجب علينا أن نقرأ تاريخها وتاريخ المسألة السورية في جذورها البعيدة، يجب أن نقرأ الجيوسياسي للموقع السوري من العالم، هذا مهم جداً، يجب أن نقرأ قراءات حديثة للمتغيرات العالمية والمصلحية، يجب أن نقرأ الجانب الإصلاحي في الداخل السوري، يجب أن نقرأ كذلك العلاقات الخارجية في السياسة الواقعية وليس السياسات المتخيلة. ولهذا أرى أننا كسوريين جميعنا كجسد واحد أن نقر بأن هناك وحدة الأرض السورية، نؤكد على وحدة التراب السوري، نؤكد على وحدة التراب السوري، نؤكد على أن تكون الدولة القادمة المولودة من هذا الدمار دولة القانون ودولة الدستور، دولة المساواة والحرية، دولة التي تسعى للحق والخير والجمال والمساواة، دولة التعددية، دولة
علينا أن نقر بأن هذه الدولة يجب أن تقوم على مقومات عدة. هذه المقومات من جملتها إحداث نظام تعليمي شامل وإصلاح الشرق، ضرورة هامة لحل المسألة السورية، لارتباط المسألة السورية بالشرق. فمن يظن بأن المسألة السورية ستحل من السوريين، أقول له عفواً، إن إصلاح الشرق والخطاب الديني والسياسي والمذهبي الشرق أوسطي ضرورة حتمية لحل المسألة السورية. من هنا نجد أننا أمام واقع وأمام مجموعة مفردات وأبجديات مختلفة، علينا أن نتوحد جميعاً في صياغات جديدة للمستقبل، لنبني هذا الدمار، لنولد من هذا الدمار. سوريا لن تولد إلا بإرادة صادقة، إرادة واقعية وموضوعية. بالتخيلات والانفعالات لا تولد سوريا جديدة، صدقوني لن تولد سوريا بالانفعالات. دعونا نتعرى أمام الشمس، وهناك حقائق مختلفة. علينا أن يكون هناك منهاج تربوي قادر على إنشاء جيل جديد يقرأ المتغيرات، يؤمن بالإنسان كافة المكونات. واسمحوا لي أن أعدد المكونات السورية. كفانا خطاب الأحادي الجانب، كفانا أن نؤمن أننا فقط عرب في سوريا. هناك المكون الكردي، وهناك المكون السرياني الآشوري، هناك المكون التركماني، هناك المكون الأرناؤوطي، هناك التشاشاني والتشركسي، كلهم سوريون ولهم الحق. ومن يقول ليس لي إلا أنا فهو خاطئ. أنا أقرأ المتغيرات السورية، أقرأ المستقبل السوري على أن نقر بهذا في دستور جديد يولد من مآسينا. واسمحوا لي كذلك أن أعبر عن قلق جالية كبيرة، مكون أساسي أصيل في سوريا هو المكون السوري. أن تصحر سوريا والشرق الأوسط من المكون المسيحي هو قاب قوسين، قاب قوسين. هذه حقيقة ما لم نقرأها جميعاً، والضرورة لإيجاد حل هذا. اسمحوا لي أن أقول، تركيا العثمانية أعطت جبل لبنان قبل 200 عام حكم ذاتي، ونحن في القرن 21. ألا يحق لهذا المكون الأصيل السوري وقلقه مشروع، ألا يحق أن يكون له حاضرتين؟ إذا اتفق السوريون جميعاً على إعطاء تسميات إدارية جديدة، أن يكون وادي النصارى وهناك وادي الخابور، أن يعطى هذا المكون المسيحي في هاتين المنطقتين. وأدعو إلى تجمع المكون المسيحي لترشرذمه في كل أنحاء سوريا. إذن نحن أمام مسألة هامة. أولاً الواقعية السياسية، رجاءً الواقعية السياسية من الضرورات الحتمية لحل المسألة السورية. المسألة السورية لا تحل بخطاب للبطل الثوري، فالبطل الثوري قد مات، البطل الثوري قد مات. نحن الآن أمام شعب يولد من هذا الدمار. ولتحيا سوريا، يحيا الشعب السوري بكل مكوناته. تحيا سوريا، تحيا سوريا، وشكرا. لا حل لمأساة السورية إلا